السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يروى أن الإمام الشافعي عاد بعد رحلة قضاها في طلب العلم، طرق الباب على والدته، قالت: من الطارق؟ قال: محمد بن إدريس. قالت: بما جئت؟ قال: جئتك بالعلم والأدب. قالت: ارجع فإنك لست الشافعي. عاد الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه إلى شيخه الإمام مالك فقص عليه ما حدث. تبسم الإمام مالك وقال: ارجع إلى والدتك، فإذا ما سألتك فقل: جئتك بالأدب والعلم. عاد الإمام الشافعي طرق الباب على والدته، قالت: من الطارق؟ قال: محمد بن إدريس. قالت: بما جئت؟ قال: جئتك بالأدب والعلم. قالت: الآن الآن يا شافعي. من هنا نفهم ونستنبط أهمية الأدب والأخلاق في حياة طالب العلم قبل تعلمه للعلم. الله عز وجل قد قال في محكم التنزيل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فقدم التزكية والأدب والأخلاق على العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك قيل إن الأدب لا يباع ويشترى، إنما هو طابع في قلب كل من تربى عليه، وليس الفقير الذي فقد الذهب، إنما الفقير الذي فقد الأخلاق والأدب. وقيل أيضا: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي، والنفس من خيرها في خير عافية، والنفس من شرها في مرتع وخيم. لذلك نرسل رسالة إلى طلاب الحلقات القرآنية، إلى أجيال المستقبل، إلى صناع الحضارة، نقول: احرص على أدبك قبل أن تحرص على علمك. أدبك مع معلمك، أدبك مع عائلتك، والدك ووالدتك، أدبك مع زملائك، أدبك مع مجتمعك. ولا تفرح على كثير من العلم حصلته مع قليل من الأدب، بل افرح على كثير من الأدب حصلته ولو مع قليل من العلم. هذا لأنه ما يغني العلم بلا أدب، وما يغني العلم بما بلا أدب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.